لكن يعني هذا الاحتدام الموجود هل له ارتباط بما يحدث أيضا في الميدان؟ نتحدث عن غليان في مناطق الضفة الغربية ومحاولة تصعيد أيضا لعمليات المقاومة والاشتباك، وأيضا هناك تهديدات وهناك أيضا وضع مضطرب على حدود قطاع غزة ومحاولة إدخال الوساطات لتهدئة هذه الأوضاع. إلى أي مدى ممكن أن تتفاعل هذه الملفات سويا؟ في الحقيقة يعني ملفات أو قضايا الشعب الفلسطيني هي متداخلة، ويعني على علاقة وثيقة ببعضها البعض. صحيح. يعني لا يمكن أن نفصل ما بين قضايا الشعب الفلسطيني، لا يمكن أن نفصل القدس عن اللاجئين، عن الأسرى، عن الأرض التي تسلب في جميع أنحاء فلسطين. كل هذه قضايا مرتبطة، والاحتلال عندما يكثف هجماته على الشعب الفلسطيني لا يستثني أحدا، لا يستثني الأسرى من الشعب، ولا يستثني الأرض، ولا يستثني القدس، بل يركز على كل شيء، لا يستثني فصيل دون فصيل، بل يهجم على الشعب الفلسطيني بكليته. من هنا يعني تأتي، يعني دعني أركز قليلا على ما يحدث الآن داخل السجون، وهي نقطة مهمة جدا، ربما موضوع الحركة عن الاعتقال الإداري وأهمية مقاطعة المحاكم. ولكن الآن الأجواء متوترة جدا داخل السجون. هناك معلومات يعني تصلنا قبل قليل من داخل السجون بأن أحد الأسرى في سجن نفحة قام بمهاجمة سجانين داخل سجن نفحة. في طبعا الأجواء متوترة منذ أكثر من أسبوعين في سجن نفحة، هناك إغلاق للأقسام منذ أسبوعين، الأسرى لا يخرجون إلى الفورة، الأوضاع متوترة جدا. كنا قد حذرنا من انفجارات داخل السجون ومن ردات فعل من قبل الأسرى على الإجراءات العقابية التي تمارسها إدارة مصلحة السجون بحق الأسرى، وخصوصا في سجن نفحة. والآن يأتي رد الفعل من قبل أحد الأسرى الأبطال. طبعا لا يمكن للأسرى، دعني أقول لك، هي عملية مهاجمة وضرب، ومن قبله كان هناك عملية طعن ليوسف المبحوح، للأسير يوسف المبحوح أيضا في هذا سجن الفيديو نفحة. الذي شاهدناه، نعم مؤخرا. نعم، كل هذه تراكمات لأثر الهجمة الكبيرة التي يتعرض لها الأسرى في أعقاب نفق الحرية منذ شهر سبتمبر من العام الماضي، وأيضا في أعقاب قمع الأسيرات الفلسطينيات وانتفاض السجون لكرامة الأسيرات. الآن السجون بكليتها منتفضة ومتوترة جدا، تم حل الهيئات التنظيمية، والآن يعني نحن نحذر إدارة مصلحة السجون ومن خلفها دولة الاحتلال من المساس بالأسرى، وأن الأسرى لن يقفوا مكتوفين، وقد يكون هناك قرارات مفاجئة لمصلحة السجون وللاحتلال بجملته، لأن الأسرى لن يركنوا إلى يعني إلى الاستكانة والضعف، ويتركوا إدارة مصلحة السجون تمارس عليهم الإجراءات العقابية والقمع والتنكيل دون أي ردة فعل.